بسم الله ما انت تاريخ تاي افر بش سيدي لابد كوب الى واتكا وحفيس كعرال انت ايد سجيدي سي لابد ايدي السنة ايدي السنيال كو ايدي السن فرد ديلة مكيز ديلة مركان كلاسي قادو لابد ايدي السنة كلا كو سنة فرح عبد الرشيد علمي أفرطن الشنجرة إن قاله لولو حسين أو كل شيء بول حاجي دقن كسماية حافظ عن لي وحكو إذا سنة هاي إنه فلدي لأوغيستي مرحوم عبد الفتاح محمود محمد سيدو كالي إذا سنة هالباط أه محمد رشيد محمود والله باتن اللي بجرى أسجنا وحو كل جرى كيس كاس ديركا وأسجنا كو إيدي سجاي لابد إني كي ديل بريرة أو ذا جرى أوجستين مرحون عبد الفتاح محمد مامت كاسو أهانين أي إسكو ديغان يهين هل كاسو حكم وغطو إني لابد ذا جبيين آيات القرآن كأي قضبضة حيرك كعقابتا تاس محكمة أمبا قوانك غيري دون تدو إلى هيرا أفر مقل سنافر سيدو كلا سيد أحدان أيدي سنة وكتر سنة إذا مدى بوليس كا دولت قوالات كجبلان وكلا عبد القفار بشار حسن أفر إلى باتنجرة إن النصر قارني عبد الله وحكو إيدي سنياي يو بلا برالة لقاني أصدنجرة يوسف كان سيد حدو يوسف حسين إيدو وآه سيغان الشان إلا باتنجرة سيد حدو دو وحكو إيدي سنيين إن يفل دل أه أو قعانة أي أوغيستين الله أنا حريستي مرحو نور محمد عبد الله كاسو أها حوك سدي كشقينا يو اسمه سياس درتت مركان وريس اللي يلا نسيد حد سنة وحين نو شاقين إني شن هايين شقذنا أي سي شرع دراء أي كسو عطي كدبنا أي عصلين إني شقذ اللي جوجيو أيغانا حكامة شرفت لأيغا وريسان دونو كيس كسيدو قدعي أنا كل اللي بعده عن عدين إن إني كعنت الهايين سد هذا النين وكل تي مرحوم الشيخ نور سيدنا يهرب إذن قوشا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخ تاي أفر تجلس سديدان لو تكون إلا باتنك لجلس كبار المحكمة ده إذا سنياش كراء عبد القادر بشار حسن بلا برالة مقالة يوسف حسن يوسف حسين حسن xiraan inta si wada jir ugu soo eedeysay inay jirdil u geysteen una geeriyooday marxuum Nuur Maxamed Cabdille kaasoo ahaa shacab ka shaqeeyo dhismaha guryaha. Waxaa kale maxkamaddu dhageysatay eedeysanayaasha kale ah Faarax Cabdirashiid Cilmi وأفرتني سنجرة يا محمد رشيد محمود ولاتين لبشرة كواس وحيران تكسو إذا سين يدل وجيستين بريرة عبد الفتاح محمد ممر دل كاس أكاد عي عفضة يعني ديان كان الله إسطنبول أوتر مالك اسمه أوتر 6 كيلومتر محكمة ده أنا حرمت هاي لجيس يلا بعد المحكمة ده تعرف المركز تهاي ثمانية سنتر بس سديدات لغوا كون يلا بعدك يا فرد يلا بعد المحكمة ده يعني كيسس كاس اللي جسنتو نادي لا يراه وبلا توفيق.